عشان أنا أقول هذا محدث أو غير محدث، كما قلت لا بد أن يكون قد انشغل بالحديث دراية ورواية. يعني أنا أصلا أقول علوم الحديث كثيرة جدا، لو تكلمنا على دعك الآن من مسألة فقه المتن، فقه المتن ده له ناس، لكن لو تكلمنا مثلا عن علم الحديث في الإسناد له علوم كثيرة جدا، أعظمها علم العلل وعلم العلل والشذوذ وعلم الجرح والتعديل. يعني أنا لا أقنع بمحدث يقول إنه هو محدث لم أرى فيه يعني إتقان باب العلل وباب الجرح والتعديل. باب الجرح والتعديل باب تضلع العالم في معرفة التوثيق والتجريح وكيفية الترجيح بين أقوال العلم في هذا الباب، معناه اطلاع واسع جدا يستطيع أن يرجح هذا الراوي المختلف فيه هو ثقة أم هو ضعيف، وهذا يرتكز عليه تصحيح الإسناد. الأمر الثاني مسألة العلل والشذوذ، هذه مع جمع الطرق تأتي أيضا بدقة نظر المحدث ليعلم هذا الحديث أصلا فيه علة خفية أو ليست فيه علة، العلة قاضحة أو ليست قاضحة، هذا يظهر العالم المحدث الذي ينشغل. لكن كل من انشغل من الحديث ينزل تحت طائرة الحديث، لكن يقال أنه هو مش محدث هذه جناية عليه أيضا جناية. لكن يبقى لأننا نتكلم بمصطلحات المتقدمين في هذا الباب، لكن يبقى لنا أن نقول يعني عالم الحديث حقا والعالم الذي جمع بين الدراسة والرواية، عالم الحديث حقا الذي له قوة الحديث هو العالم الذي جمع بين الرواية والدراية. لذلك أنا قلت لك كلنا أن نقول يعني عالم الحديث حقا والعالم الذي جمع بين الدراسة والرواية، عالم الحديث حقا الذي له قوة الحديث هو العالم الذي جمع بين الرواية والدراية. لذلك أنا قلت لك كل من تقول لي وهذا في الجرح والتعديل وهذا إمام الذي رفع رأيه، هقول لك ائتني بعلمي وننظر في أبحاثه وننظر في شروحاته نسمعها وننظر في دقة نظره عند الترجيح في الجرح والتعديل ومسألة العلل وننظر في فقه المتن ما عنده من هذا العلم، وهنا نزنه في علماء الحديث أم لا. لكن أنت كل ما يطلع لك يقول لك وقد يعني خرجت هذا الكتاب وهذا التخريج أبو فلان الأثري أبو عرام الأثري أبو مش عارف من الأثري في هذا الباب، وكلها قص ورسق ولصق وما فيها حتى أبواب العلم وعزو لغيره ممن يصحح ممن يضعف، ليس هذا بعلم حديث ولا هو بمحدث، أو أنه ينشغل بالمصطلح ولا يعرف شيء عن المتن، لا يصح أن يأخذ درجة المحدث بهذه الطريقة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.